السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نكمل لعبة التايمرز. طبعا أخذنا بالمرة الماضية عن الكاونتر وتعرفنا على بعض أنواع من التايمرات، أخذنا الأون ديلي والأوف ديلي. بدنا نكمل اليوم وناخد حاجة اسمها السايكليك تايمر. طبعا بالنسبة للسايكليك تايمر هو عبارة عن تايمرين مع بعض، من خلال هدول التايمرين أنا بحدد زمن تشغيل للأوتبوت تبعي وزمن طفي. يعني مثلا بدي إياه يشتغل 5 ثواني يوقف 5 ثواني وهكذا. طبعا في طرق كثيرة لعمل هذا التايمر، بدنا ناخد إحنا طريقتين منهم، طريقة بسيطة بدائية ممكن نعتبرها، وطريقة يعني شوية أفضل يعني من الطريقة الأولى ومختصرة أكتر. يبقى هلأ لو إجينا نشوف التايمينج دايجرام للسايكليك تايمر، أول شغلة بدي أطلع عليها هي مين، هي الواي زيرو. بلاحظ إنه هتكون أو الأوتبوت تبعي هيكون فيه زمن تشغيل إله وزمن إيقاف. زمن التشغيل بسميه الأون تايم، زمن الإيقاف بسميه الأوف تايم. كل تايمر هيكون مسؤول عن زمن معين. في هذه الحالة T0 حتكون مسؤولة عن زمن التشغيل اللي هو مين، الأون تايم. هنا حيكون الأون تايم. بالنسبة ل T1 حتكون مسؤولة عن الأوف تايم اللي هو زمن الإيقاف. طبعا لما أنا أحكي تايمينج دايجرام ل T0 بيكون قصدي حالة الكونتاكت تبعت هذا ال T0. يعني هنا في هذه الفترة مثلا انا بكون عاملة انيبل للتايمر، لكن لسه بيكونش واصل للقيمة اللي انا طلباها منه. مثلا طلبة منه يعد 5 ثواني، بكونش لسه واصل لهذه ال5 ثواني. بكون انا عاملة له انيبل لكن لسه ما وصلش لهذه القيمة، بالتالي حيضله ايش، حيضله له من حد ما يوصل لهذه القيمة اللي انا حددت له اياها ال5 ثواني. رح يصير ايش، رح يصير هاي او الكونتاكت تبعته تشتغل. الكونتاكت طبعا قصدي عليها النورم اللي اوبن كونتاكت من هذا تايمر بهذا الشكل بتكون. طبعا اول ما يبدا يشتغل هذا التايمر بيكون معمول انابل لمين، لتي زيرو. التي زيرو هذه بتعد الاون تايم، الزمن تبع التشغيل. من حد ما تخلص تعد راح تصير هاي، يعني الكونتاكت تبع التي زيرو حتسكر، ونبدا من هنا نعمل من هذه اللحظه نعمل انابل لمين، لتي واحد. يبقى تي واحد هيبدا يعد في زمن الإيقاف، هيعد لحد ما إيش، لحد ما يوصل للزمن اللي أنا حددت له إياه. رح يصير هاي لفترة بسيطة. طبعا هذا الزمن أنا هيك مكبراها، هي بتكونش في الواقع هيك، هي في الواقع بتكون أصغر من هيك بكتير، يعني زمن لا يذكر تقريبا، يعني تقريبا زي كده بتنزل وعطول بترجع إيش، لو بتكون هاي لفترة بسيطة بعدين بترجع لحالة اللو. تقريبا لا ترى، يعني انا اذا لو عملت برنامج على الاي اس بي تقريبا مش هشوف هذه الفتره اللي بيكون فيها تي واحد ضاوي، هيضل كانه طول الوقت الكونتاكت تبعته ايش مالها، كانها طافيه طول الوقت. طبعا الاوتبوت في هذه الحاله زي ما احنا شايفين هيكون عكس التي زيرو. يعني لو اخذت نورمال كلوز كونتاكت من تي زيرو هي حتكون مين، حتكون الاوتبوت تبعي. طبعا هذا الكلام اللي انا بحكيه لون سايكل، هيك انا اكون شغالة على ون سايكل. بعد هيك بترجع الموجات تعيد نفسها مرة تانية، هذا بصير هاي من هذه اللحظة بصير هاي، بعد اون تايم بعدين برجع اوف تايم وهكذا. هذا الكلام كله برجع بعيد نفسه. نشوف هذا المثال ايش بقولني، بقولي let's do a very simple timer program which turns y0 on after 5 seconds. دي بأول شغلة بده يستنى 5 ثواني بعدين يشغل واي زيرو لمدة 3 ثواني بعدين يرجع يكرر نفسه مرة تانية. طبعا في اكثر من طريقة ممكن انا اعمل فيها هذا المثال، خلينا نشوف طريقة من الطرق. فتحنا برنامج جديد، اول شغلة بدي افعل التايمر الاول، بدي اعمل تايمر يعد 5 ثواني بعدين يفعل الاوتبوت ويفعل كمان تايمر. يبقى اول شغله بدي اعملها بدي اعمل لود او تايمر
تايمر تي زيرو بيعد كم ثانية؟ 5 ثواني، يعني بكتب 50. بدي الانابل تبعه ايش يكون؟ بدي اياه من حد ما اعمل رن للبرنامج يعمل انابل لهذا التايمر. ليش؟ لانه سايكليك تايمر. يبقى ام 1000 بحط له ان هي لما يدخل البرنامج في الرن مود تشتغل هذه الام 1000. بعد هيك بعد ما يخلصوا الخمسين ثانية هدول بدي انا افعل مين؟ افعل الواي زيرو او ست. بدي اعمل ست لمين؟ ست لواي زيرو. وبدي كمان اعد تايمر جديد او ابدا اعد في تايمر جديد تي واحد، اعد الزمن الثاني اللي هو 30 او 3 سكند بهذا الشكل. هلا بعمل هنا بدي اياهم هدول يتفعلوا وقت ايش؟ لما يخلص يعد التايمر الاول او التايمر زيرو هذا، يعني بعمل لود لمين؟ لتايمر زيرو. لما يسكر تايمر زيرو يحرك ده يعد عندي تايمر جديد، وراح يعمل انابل لمين او ست لمين؟ لواي زيرو. راح يفعل لي واي زيرو او يشغلها. بعد ما يخلص يعد 30 ثانية اللي هو زمن التشغيل في هذه الحالة، بدي اياه يطفي لي الواي زيرو ويطفي لي تايمر زيرو عشان يوقف هذا التايمر، يوقف الانابل تبعه ويعمل ريسيت برضو لمين؟ لتايمر زيرو. يبقى بدي اعمل ريسيت لكل التايمرات ولا مين؟ لواي زيرو. هذا وقتاش؟ لما تيجي عندي تي واحد الكونتاكت تبعتها تسكر او يخلص يعد 30 ثانية، بدي اعمل ريسيت لمين؟ لتي زيرو، وريسيت للواي زيرو، كمان ريسيت لمين؟ لتايمر واحد. هيك بعمل ريسيت لكل التايمرات وبرجع يعد معايا من اول وجديد تايمر زيرو، وهيك بضل شغال معايا برنامج لحد ما انا اوقف. هلا بدي اعمل له تشيك او كومبايل، بعدين بدي احمله على البي ال سي الافتراضية. انا مشغلة برنامج الكوم مانجر من قبل، عاملة ستارت للسيميوليتور اللي عملناها مسبقا. هلا برنامج حمل، طبعا من تحت هنا بيقول لي حالة البي ال سي الافتراضية هذه، بدي اعملها انا هلا ران وادخل في وين؟ في الاونلاين مود. هاي البي ال سي تبعتي صار لها ران، هي بدا مباشرة يعد، عد 5 ثواني اشتغلت الكونتاكت تبعت مين؟ تاع تي زيرو، عد 3 ثواني ورجع عمل ريسيت. طبعا لاحظنا انه تي واحد يدوب يعني بتلحقش تضوى، ما نشوفهاش ضاغي بالمرة، يعني كأنها طافية طول الوقت. هي واي زيرو بتضل شغالة 3 ثواني وبترجع تطفي الى ما لا نهاية. هيك احنا عملنا سايكليك تايمر بسيط، بسيط جدا يعني، بزمن انا محدده او مختاره. طبعا هي شكل البرنامج، نفس البرنامج اللي عملناه توا. لو جينا نشوف طريقة افضل من هاي الطريقة عشان نعمل التايمر هذا، بدي احذف هدول الشغلات اللي انا ضفتهم او خليهم، بدي اعمل طريقة افضل. الان زي ما حكيت انا دوي، بدي اعمل سايكليك تايمر، بدي يكون عندي تايمرين، هي عندي تي زيرو وعندي تي واحد. بدل ما انا اروح اول شغلة بدي احط كونتاكت من مين؟ من التايمر الثاني، من تايمر واحد، لكن بدي احطها نورمالي كلوز لود انفر هنا. هيك اول ما يشتغل البرنامج راح يتفعل عندي التايمر زيرو، من حد ما يوصل ل50 ثانية راح يتفعل عندي، يتفعل عندي هاي الكونتاكت ويفعل عندي او يعمل انيبل لتايمر واحد. بدي احذف هذه وبدي احط هنا تي زيرو نورمالي كلوز، بدي اياه يطلع لي هنا واي زيرو اوت.
هيك أنا عملت تايمر بطريقة بسيطة، أو سايكل تايمر بطريقة بسيطة وسهلة. كيف بدنا نفهم هذا التايمر؟ خلينا نعمل له أول شغلة كومبايل ورن، وأدخل في الرن مود أعمل له رن مباشرة، بدأ يعد عندي التايمر. هيو بعد 50 ثانية، بضل 50 ثانية on و30 ثانية off. طبعا هذا بعكس اللي احنا طالبينه في هذا السؤال السابق، هي 50 ثانية او 5 سكند off 3 سكند on. طبعا هذا عكس المطلوب. لو انا بدي اعكس بعكس هدول القيم، بس الفكرة كفكرة السايكليك تايمر تحققت معايا. اي الواي زيرو بتضلها زمن معين اون وزمن معين اوف. يبقى في بداية تشغيل البرنامج عندي الام الفا بتكون اون في حالة الرن مود، راح يتفعل عندي الانابل تبع تايمر زيرو، راح يبدأ يعد عندي. طبعا الكونتاكت تبعت هذا التايمر حتكون او النورمال اوبن كونتاكت منه حتكون اوبن مفتوحة لسه مش شغالة او مش مارش فيها التيار، بالتالي النورمال كلوز حتكون مفعلة، والواي زيرو ضاوي راح يضل ضاوي لمدة 30 ثانية. من حد ما يخلص 30 ثانية راح يعمل انابل لمين لتايمر واحد، وتي زيرو راح تشتغل او حصير لها لاتش، بالتالي هذه راح تفتح وراح توقف عندي مين، هتوقف عندي واي زيرو راح تبطل شغالة. من حد ما يصير انابل لا او تشتغل هاي الكونتاكت راح يبدا يعد 50 ثانية اللي هي زمن الايقاف، حتكون فيهم واي زيرو طافية. من حد ما يخلص يعد هذه تي واحد راح تفتح بعد بعد 5 ثواني عفوا، راح تفتح تي واحد تي زيرو هذه راح تفتح، راح يروح انابل مين، انابل تي واحد، وهذه حترجع تسكر ويتفعل عندي الاوتبوت. وبعد ما يروح انابل التايمر واحد هذا راح ترجع لحالتها الاصلية ويتفعل انابل مين تايمر زيرو، وهيك بترجع بكرر نفسها مرة تانية. لو حملنا الكود على البي ال سي وعملنا ترانسفير ندخل في الاونلاين مود، هاي بدأ هيك يعد، هاي الاوتبوت عندي اشتغل لمدة 3 ثواني، طفى لمدة 5 ثواني زي ما احنا شايفين. طبعا حنلاحظ تي واحد هذه مش حنشوف اللحظة اللي بتفصل فيها او تبطل ضوي، زي ما حكيت هي لحظة صغيرة جدا، ثواني برنامج لانه سريع ما بينش عندي في البرنامج، لكن بشوف زمن الإيقاف وزمن التشغيل. زمن الإيقاف هو 50 ثانية اللي هان، زمن التشغيل هو 30 ثانية اللي فوق زي ما احنا شايفين. طبعا زي ما اتعلمنا في عندي special registers او اماكن في الذاكرة من M1011 لM1014، هذول عبارة عن internal clock pulse، كل واحدة منهم تشبه ايش، تشبه التايمر او cyclic timer اللي تعلمناه توي. كل واحدة منهم لها زمن معين، الاولى 10 ملي سكند، تاني 100 ملي سكند، اللي بعديها 1 سكند، اللي بعديها 60 سكند، يعني 1 minute. هذول بدهم يعملوا on off طول الوقت. طبعا هل لهم استخدامات؟ طبعا لهم استخدامات. ابسط مثال ممكن نحكي انه انا في مثال الواجب او سؤال الواجب بتاع اللاب الماضي طلبت منكم نعمل ساعة باستخدام الكاونترات. انا ممكن استخدم في هذه الحالة ال 1 سكند هذه كانبوت، انه كل 1 سكند يزود معايا العداد مرة. طبعا ممكن اخذ الرايزنج ايدج لها، انه كل 1 سكند يزود العداد عندي مرة، او ممكن استخدمها كفلاشر انه كل نص ثانية يضوي ويطفي عندي اللمبة بهذا الشكل. لو انا بدي اعمل ديلي اون اوف بروجرام، لو انا عندي زر معين
زر تشغيل نسميه مثلا X0، بدي أشغل الأوتبوت تبعي بعد فترة معينة من تشغيل هذا الزر، وأطفيه بعد فترة معينة من إيقاف هذا الزر، زي ما احنا شايفين في هذا التايمينج دياجرام. عندي X1 وعندي Y1. طبعا عشان أعمل هذا الإشي بلزمني تايمرين، واحد بده يعد زمن التشغيل، وواحد بده يعد أو واحد بده يعد الزمن اللي قبل التشغيل، وواحد بده يعد الزمن اللي عند حالة الإيقاف اللي هي الزمن الثاني. يبقى هاي البرنامج اللي بدنا نشتغله. لو بدنا نفهم آلية العمل، خلينا نجيب التايمينج دياجرام هنا نحطه قدامنا. أول شغلة بدي أنا أشغل مين؟ أشغل الإكس واحد. من حد ما أشغل الإكس واحد بدي أشغل مين؟ أشغل تايمر 0 وأخليه يستنى 5 ثواني. يبقى هاي أول سطر بقول لي في حال أنت عملت تي إكس واحد أون راح يبدأ يعد عندي مين؟ تايمر 0 5 ثواني. بعد ال5 ثواني هذه بده يشتغل عندي مين؟ يشتغل عندي الأوتبوت. يبقى هاي هنا أخذت كونتاكت من تي 0 ووديتها على مين؟ على الواي 0. من حد ما يصير لها كلوز، من حد ما تسكر تي 0 راح يشتغل عندي مين؟ واي 0. وهنا أخذت كونتاكت من مين؟ من واي 0 أو من واي 1. من حد ما تشتغل هذه بتشتغل هذه الكونتاكت وبتتفعل عندي. بعديها بقول لي لو طفيت انا الاكس واحد هذه، لو صارت اوف عندي راح يتفعل عندي مين؟ راح يتفعل عندي تايمر 1 راح يعد 3 ثواني. بعد ال3 ثواني هذه راح يروح يفتح مين؟ تفتح هذه الكونتاكت ويطفي عندي مين؟ الواي اي 1. طبعا ليش حطينا هذه اللاتش كونتاكت من مين؟ من واي 1. في هذه الفترة اللي هان لما تطفي عندي الاكس واحد راح يطفي عندي التايمر، لكن انا ما بديش واي واحد تطفي، بدي اياها تضل شغالة لحد ما مين؟ لحد ما تي واحد هي تقول لي افتحي هذه الكونتاكت واطفي لي واي 1. يبقى عشان هيك انا حطيت هذه الكونتاكت، عشان بديش لما تطفي التي 0 هذه او تروح لما يطفي انا الزر عندي تي 0 هذه راح ترجع لحالتها الاصلية، راح ترجع تفتح، فبديش انا واي 0 تصير 0. عشان كده اخذت منها كونتاكت هتضل شغالة لحد ما تي 1 تقول لي انه ايش وصلتي لزمن الثلاثة سكند هذا، اطفي لي الواي 1. لو جينا نجربه على البرنامج اول شغلة عندي مين؟ عندي الاكس 0 اللي هي الانبوت تبعي. هذا الاكس 0 لحد ما يشتغل بدي افعل انا اول تايمر، تايمر تي 0، والزمن قديش بدنا اياه؟ بدنا اياه 5 ثواني، يعني 50 زي ما احنا شايفين هنا. بعديها لما يعد ال50 ثانية بدي اشغل مين؟ بدي اشغل الواي 0. يبقى لود تي 0 بدي اياه يطلع لي مين؟ يطلع لي الاوت مين؟ الواي واحد. بدي اشغل واي واحد، طبعا هنا هو يحكي لي اكس واحد، حط اكس واحد زي ما هو بده. الان بدي انا لما اطفي مين؟ لما اطفي الاكس واحد، ايش يعني لما اطفي؟ يعني لود انفرس، يعني بدي اخذ نورمالي كلوز كونتاكت من اكس واحد. لما تطفي عندي بدي يعد معايا تايمر تاني تي واحد يعد 3 ثواني. الآن بدي لما يخلص ال3 ثواني هذه يروح يفتح هذه الدارة ويطفي لي واي 1. يبقى هاي هنا لود انفرس التي 1. طبعا بدي أجرب أفرجيكم لو أنا ما حطيتش هذه الواي 1 هنا زي ما شفناها في الكود توي إيش بده يصير. طبعا الواحد لما يجي يكتب كود مش من أول مرة بزبط معاه، فاحنا على فرض انه احنا في البداية ما كناش عارفين انه لازم نحط واي 1، بدنا نجرب نشوف لو ما حطناهاش ايش بده يصير في هذه الحالة عندي. بدي اعمل اول حاجة ستوب للبي ال سي اللي عندي،
نشوف الحالة الابتدائية اللي بيكون عليها برنامج اكس واحد بتكون اشمالها تكون مطفية، يبقى هذه حيكون هذا التايمر حيكون مفعل في الحالة العادية. في حال عد وخلص عد حضل مش هيأثر عندي على الاوتبوت، لانه ايش؟ لانه عندي تي وزيرو مطفية. يبقى في الحالة الابتدائية يكون عندي اكس واحد مفتوحة، يعني هذه ايش هتكون؟ مسكرة لانها نورمالي كلوز، بالتالي تايمر واحد المفروض يكون ايش؟ معمول له انابل وشغال. طبعا مش هيفرق معايا على الاوتبوت، ليش؟ لاني انا عندي تي زيرو هذه مفتوحة. بدي أبدأ أعمل رن للبرنامج. في البداية هي زي ما حكيت تايمر واحد شغال، لكن ما بيهمنيش ولا بيفرق معايا، ليش؟ لأنه ما بيأثرش على الأوتبوت في هذه الحالة. لو أنا فعلت إكس واحد شغلتها، طبعا هنا مش راضي، بدي أعمل له فورس. شغلت إكس واحد هي بدأ يعد التايمر الأول، هي اشتغلت عندي مين؟ واي واحد، هلا حيضل شغال. لو انا طفيت الاكس هادي اوف، شايفين طفى معايا الاوتبوت وما استناش 30 ثانية اللي انا حكيت له عنها، ليش؟ لانه تي واحد طفت. يبقى هلا لازم انا اضيف كونتاكت من واي واحد هنا عشان اتجنب الحالة اللي احنا كنا فيها توي، لان هيك ما اشتغلش زي ما انا طلبت منه. بدي احط هنا واي زيرو او واي واحد، لان نسميها واي واحد. نعمل رن البرنامج وندخل في الاونلاين مود. بدي افعل الاكس واحد مثلها فورس، هاي واي واحد عندي استنت 5 ثواني بعدين ضغط. الآن لو أنا طفيت هذه الإكس واحد تلافورس أوف، شايفين ظلت واي واحد معايا ضاوية لحد ما خلصوا 3 ثواني هدولة، طفت معايا الواي واحد بعدها. أعتقد هيك صار واضح الإشي. طبعا أي حاجة بدنا إياها لازم أول شغلة أو أي شغلة بدنا نتعلمها أو أي كود بدنا نكتبه في البداية لازم شوية نجرب فيه ونوضح زي ما أنا وضحت هنا مين الديفايسز اللي بتلزمني، سواء input أو output أو output أو غيرها من الكونتاكتس أو التايمرات أو الكاونترات أو الأماكن زي دي والأم. أوضح إيش الديفايسز اللي بتلزمني، بوضح الهدف من كل واحدة فيهم. مثلا إكس واحد هيكون زر التشغيل تاع هذه الذرة، الأوتبوت عندي هو واي واحد، تايمرات كل واحد منهم إيش الزمن اللي بدي يعده. أوضح الديسكريبشن بالشكل هذا للبرنامج تبعي عشان أكتب كود طريقة واضحة وسهلة. طبعا هنا عملت ملخص صغير لبعض الدوال اللي أخذناها من أول الفصل أو مرت علينا أو ممكن إنها تلزمنا. الدوال المشهورة اول شغله التايمر والكاونتر صاروا واضحين لنا، واضح استخدامهم. الموف، هذه الموف تستخدم لنقل قيمه معينه لمين؟ للدي زيرو. دي زيرو هي ريجستر بحط فيه ارقام معينه، لو انا بدي احط فيه رقم معين بقول موف هذا الرقم بالاخر ايش؟ دي زيرو. الكومباراتور وضحنا استخدامها مسبقا. في حاجة اسمها الانكريمنت والديكريمنت، وفي عندي حاجة اسمها الالت. طبعا لو انا عندي عداد وبدي اصفر هذا العداد بكتب الريسيت. طبعا في كمان فانكشن هي الريسيت، ريسيت مثلا العداد ريسيت سي زيرو او ريسيت لاي اشي بدي اياه. في عندي الست، ست مثلا واي زيرو اني افعل اشي معين. لو بدي أصفر كاونتر بقول ريسيت للكاونتر هذا وغيرها من الشغلات. طبعا حسب أنا برنامج اللي عندي بستخدم هذه الدوال